شكون فيفي؟ انتوما مدام. وانتي سامحني بالله سامحني نحب نقول لك حاجه، شبيك تجي مخر نهار الكروميناج مدام؟ و الكارما جاتش وانتي ما لقاتش بالقدا خاطر بوك ما جابولوش جعبه الاكسجين ولا شنو، فاهمين فاهمين نحى عليك ساك القلب هذيك وخيسا واش تعال. يلا بيه مدام. منال ها مع شكون فطور الصباح اليوم؟ مع تاكسي يهمك ولا نسخالو اون غريف اليوم الكولي بيتي ديجوني معاك؟ اي موتو كيسة فارغة، ما دخل حد، ما جا حد، ما جبتوا لحد. يا ماما احتار لسعت يا ايامي كبايمني. عزيزتي تقبريني سافا ميما، بعثت لك 500 دينار على الصباح. على الصباح؟ اي شو نعمل يا بنيتي؟ ايش نقولك نقص علي شوي من المصروف. انت علاش ما تبلش تخدم العشيه وتقرا الصباح؟ وباش تقص علي مصروف؟ تقبرني بتموت. بتموت هذيك عم بوزي لك عش بنتي. هاي خلينا نكلم خوك تواي. هاي باي باي. هاي بتموت. هاوكا فلوسنا والماشي. هي ما فلوس هي يا اخي انا حسدتها، اما احنا ديما شهريتنا روتا. ولدها وفنتها اش تحسد يا اخي انت؟ باش يولي قلبك انت على المدام اكثر مني انا معناها. اسكتي سعيده ما قصدتش ولا لا؟ مش على ذاك يا سعيده عايشه اختي. اسكتي. بونجور عزيز امو. سي تو سافي كومبيان جو تي. اي بعثت لك الارجون، بعثت لك على الصباح، بعث لك على الصباح 500 دينار. اي ايش نقول لك عايش ولدي انت؟ علاش ما تعاونيش؟ اي عاوني خاطر انت وقتك عريتو لي ما تترى. سامحني انت علاش ما تخدمش كيما الناس الكل تخدم العشيه وتقرا ماتينا؟ تي بابا داكور دو ميلا بريف. هاي علق مدام. مدام الكيراتين وفي والصبغه وفي والسيرو وفي وحتى الاكسيدون وفي. معناها كان سالك طوله 600 متر ما يوفيش. اش حبوني نعمل؟ ها هاي لجان دوات فارغين نساء ما عادش يحبوا يجيو يزينوا روايحهم. اش نعمل؟ خرجهم من شعوراتهم من ديارهم. مدام اش قولك نتلاهو شويه بالكوم، نعملوا سيت ويب وباج فيسبوك، هكاك العباد تسمع اكثر بصوت. اسمعني مولير، انت ماني قلت لك ما حش تجيني. انا الصباح هذا مانيش هضمتك بالكل، راهو يعلم ربي بحال مانيش حملتك اليوم على غالب. بريف مدام وبعد يقولوا شبيها نسى تطلق. شنو الغابوغ سعيده؟ شنو ولا المراه ما هيك تزين روحها وتتزقلم راجلها ما عادش يطلقها؟ لا سامحني انا نختلف معك في المساله ذي. ايش نقول لك؟ انا نعرف مرأة اعمال، ها صاحبه مشروع كبير برشا صالون داكور دو، ما عادش تحب تعرس. مساله مبدا فالور. حق البنات فكرتوني فكك في الشهادة. لاباس؟ باش يجيني اليوم مدير شركي، شركة. اي راجل بيان سور راجل. بسم الله. مالا شنو؟ باش نتفاهم انا وياه. قال عنده بنات يخدم معاهم ولا هما يخدموا معاه ولا يخدموا مع بعضهم حتى ما نعرفش. يحب يعملهم نيو نوك. غولو كينغ. اي اللي هي يحب يمسخهم يفسخهم ويعاودهم. دونك هنيمني البنات يعيشكم. صحي نعرف. راجل شنبات برمة شبة وهيبة ومعلمة. شفتوه؟ قاعدين نشوفوا في اللي نشوف فيها. أي منال ملا زين وملا وهرة ملا عين. واردو تقولش علي تركي مدبلج على حاله. سابق قضي عمره هاوكا ظهر فيه الناضج. هي ناضج كلبه ناضج. منال
خليني نهز القهوة. ليه؟ أنا مش نهز القهوة على خاطر مدام قالت لي أنا مش نهز القهوة. خاطر هاد السبيخات بيا في الفريت هذوما، فهمت؟ نهز شوية. زيدوا شي بهبالكم، راجل يخدم مع 100,000 مرة ومرة باش يغزر لكم ليكم أنتوما. أنا مانيش كيما كل بنات راهو. أما سابيا راهو كي تعمل شوية ناموس روحك و تتلاس ديزيغي. اسكتي. في لو إل تو سوي على هذاك التكتيك هذايا ماشي معاك على الاخر انت ريتا. داكوغ بريف، معناها انت قلتي تو تحب على 10 بنات هذوما اللي تخدم فيهم انت ولا يخدموا معاك ولا ما عادش كيفاش تحبهم نعملوا لهم عليها نيو نوك سي سا؟ يسلم لي المزوق. ايه هيك مزوده؟ لا انت زاد تحب مزودة؟ المزوق يعني المزوق من الزوق جاي من الزوق. ما فهمتش مسالش. ان شاء الله ان شاء الله اصير ابعث لك انا كثير بنات هيك لو اتفقنا طبعا. ابعث يا ولدي ابعث. اما انا بظن رح نتفق كثير لانه مبين عليكي فهمانه شغلك مليح مليح. فضلك يعيشك. امرأة باش نسالك سامحني معناها كما تراش مانع. تفضلي امري تفضلي. اي اقطع انت. معناها النشاط بتاعكم شنو في الشركة؟ نحن بنعمل شركتنا بنشتغل بالوسط الفني. عنا زباينا بالخليج بيطلبوا منا بنات موهوبات بالرقص والمغنى واللذي منه. حضرتك يعني ست المفهومية. وتعرفي أنت يعني حضرتك إنه المظهر بوقتنا هذا وبجونا له كتير كتير تأثير. فهمتك معناها استغى أكاديمي. بالضبط لا. أما بتقدر تقولي شيء يشبه ليك شيء. فن ومواهب بين المعاهد كيما عملنا نحن قبل. اي ماني فيك باهي برشا فما حتى مشكلة. باهي دونك قلت لي سيدي تحب على 10 بنات مسلوخات. تقبرني يا حبيب قلبي. سلامة قلبك تقبري قلبي. منال أنا اللي باش نهز القهوة. أنا اللي باش نهزها. منال أنا أكبر منك. وأنا اللي باش نهز القهوة. مادام في عندك صبايا حلوين بجننوا طبعاً مانن أحلى منك. إذا بدهم يشتغلوا معنا أهلا وسهلا تكرم عينك. لا سامحني صبايايا أنا يشتغلون كان هوني في اللوكو ذي باهية. منال تلقاه وتتلقاه أنا اللي باش نهز القهوة. سعيدة يرجع ليك ومادام تحبني أنا نهز القهوة. أوه تعرفي كيفاش لعبتي معايا. يسلم لي سامحني ماما رب العالمين. يبعث لك ان شاء الله خول ياكلك. الله لا تبارك لك يا بنتي سكر فمك. مش قلت مع الجيني انا قلت مع الجيني ولا مش قلت منين تجيب القهوه. الله لا يبارك لك. تفضل استاذ اطلع فوق نحي سروالك تو نغسله لك. نحي هون لينا هون بتاعك اطلع فوق عاش خويا. لا تبارك لكم لا تفرحكم. جيب شليقه مبلوله حط سشوار يسخن. مشي 10 صبايا لا 10 سخطه. الله لا يبارك لكم. الله لا تربح معش النجم ما عادش يزيوني صحيح. يا اسمك يا سي استاذ اسمع طيش وكسروين البنطلون اشلحوا وطيشوا زدتوا خلينا نغسلوه. يا ناري مشي في بالك هذا اول سروال يتنحى في السلام. في بالي Nous parle d'un temps, c'est les moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître. الحياة بقلونها بمبي وانا جنبه بنطلونه جنبي بمبي. في بالكم اللي في الفيب اللي غاسلين سلو الرجال في البيه للعرسة. أهوك أحلام هزت له القهوة وكبتها. ما عملتش بالعان يا ربي. ومنال تغسل له في السروال وانا باش ننشره وهكاك نكونوا حققنا مبدأ التكافؤ في الفرص. مش هكا التكافؤ في الفرص عدودة. أما أنا نموت ونعرف فيش يخدم. شوفي كستوش. هاي إنتيك ما معناش الحق نمسو حاجة مش متاعنا. إنتيك على لونك إنتي. هاي باش نسرقوها إحنا. أنا ما نمسش. شفتوا شوفوا فيش يخدم. ها؟ هيا سعيدة. والله لا نمسها. ولا عندك. والله ليه؟ يا ولا عندك. كلمات. بجيه. إش فما؟ طلع اسمه جمال مولود في طبربة. هو جايبها تا
تقبري قلبي تقبريني. كلمينا قلت لك من طبربه مش من نابل. ليه 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 سيده؟ من نابل معناها منحط. منحط من نابل مولود في طبربه وعنده تصور برشا بنات. اما البنات سي نورمال خاطر يخدم مع برشا بنات دونك لقى بشي قمرهم. كواكو انا من الاول مش مرتاحت له. منحط من نابل مولود في طبربه عنده تصور برشا بنات جابهم للصالون باش يعملوا اليونوك. غلو كينغ سعيده اسكتي. شكوني مولاة الحانوت؟ شنية ما من فضلك من فضلك مش حانوت راه مش حانوت صالون انستيتي وانا هي مولاة المول. تفضل شحب انستيتي حماس اللي هو جو بريزونت لبنى زديري. لبنى زديري جو بريزونت اسمك سامدي كيكو شوز سامدي خيان سامدي بغيف سون فاسون. تفضل شتحب مدام لبنى زديري من فرقة التفتيش. تفتيش؟ اي نعم. اه تلويج معناها يا سيدة مرحبا بك مرحبا. اه فرقة موسيقية اي فرقة موسيقية نحاسية فرقة نجوم الليل عنا ولاد الكومنجي ما حناهم نهبلوا من نركزوا فرح كان بيهم نحن نظيفة نظيفة هذيك عملنا جروميناج اليوم شوف فشفش كان تحب امورنا واضحة ما بيجودي بيجودي نتاع شعار هذيك تحب خذ عليها خذ عليها فوالا تفضل تشرب حاجة. نشرب حاجة هذاك اللي مازال مش لازم تحب تاكل حاجة كسكرو او يقتل عليك يقتل محلين تحب نعمل ديفريزاج ليه ناكل كسكروت يظهر لي فيك تحب على خطي انت ليه مش خطي صبيغة اشاء عونة اثناء عملها هنا عونة وانت تشوفيها عونة تجي اختي انت تجي تجي انت تأمر انت تعملي تحب يا اسمك مرحبا قولي مدام عندك برشا في النشاط هذا؟ مليانة صغيرة في النشاط هذايا تاني نثبت على روحي قولك حاجة بطلت قرايتي الوحيدة في الفاميليا بطلت قرايتي وقعدت ننشط أنا نموت على حجامة أنا صوت الششوار ريتو مدام وننشروا هذا؟ عجيب ليه مدام البنطلو؟ جبة قلت لي حانوت حجامة ولا ساعات يولي بريسينج للبنطلون؟ ليه فهمتنا بالغلط هذيك جبة أما عطفين منها على جناب ما تجيش مدام الحكاية وما فيها إنك متورطة في قضية شبكة تسفير في هالبلاد. سمحني عايشك إحنا شركة تحمير. شكوني هذه؟ والله لا نعرفها وراس ولادي أول مرة نشوفها. هذيك سعيدة تخدم معنا في السالون لا على قدها مالي تخي جنتي. مدام ما قلت ليش وين ننشروه البنطلون؟ مدام في بيننا اللي فما واحد اسمه ظافر وهو متورط في شبكة التسفير. لك شو لهلا مانيش بالبنطلون. هاتوا البنطلون هاتوا مش ننشروا في المركز يلا نبلش فديت. انا وقت اللي كنت صغيرة حلمت باش نولي بوليسة وبعد وليت ممثلة. انا مانيش متغشة كي وليت ممثلة اما انا من برا ممثلة ومن داخل بوليسة. ليه هو حتى من داخل ممثلة تحاسيله من داخل بوليسة ومن داخل ممثلة تي يحكي ما كمش باش تفهموها. أنا على ماني مغرومة بالشرطة قبل وانا صغيرة نسمع الأولاد يقولوا شامات شامات لين كرهبت البوليسية تبدلت وولد كتف وكتف وانا طول عيط لها شامات. أنا كي نعرف طفل دوبا نسأله على اسمه قلوا بتاخ تعريف ورق سيالة تي كي وقفني بوليس نحرق ستوب هو قبل ما يتكلم أنا نقوله بتاخ تعريف ورق سيارة. إيه أنا مغرومة بها الخدمة أما خسارة هي مش خسارة كبيرة أنا وليت ممثلة فرحانة أما تعرف بوليسية وممثلة راهي تنجم نتولي مع بعضهم خاطر أنا نمثل نجم نمثل بوليسة دونك أنا فرحانة اليوم عخاطرني مثلت بوليسية.